المركز الثاني الظبي عبد الله بن ريو بن محمد المنصوري يتقدم ايضا مع المركز الثاني. إلا المركز الثالث القادم أيضا رعود وسالم بن علي بن حياي المنصوري وثلاثية وثباوية ما بين الأخوان ما بين بن حياي وما بين بن ريو وأيضا بالويه الأعفاري. بينما المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات احتلال طيارة اليبهوني تتحرك في هذه اللحظات والقادمة احتلال تبي تحتل المراكز الاولى تبي تستوطن. بينما المركز الخامس بشاير يحيى بن شاهين بن خلفان المزروعي والكيل الاخير الكيل الخطير وعاشق سلالة شاهين يتقدم مع عسيله علي بن خليفة بن رشيد السويدي. ولكن نعود الى مقدمة الشوط الى شواهين وانطلاقة شواهين يتقدم محمد بالزفنة بالويحي العفاري وايضا الضبي منطلقة عبد الله بن ريو بن محمد المنصوري ولكن بالرشيد يتقدم ويقدم لنا عسيله 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 راحت عسيله مع المركز الاول وانطلقت بشعارها علي بن خليفه بالرشيد السويدي القادمه ايضا مع المركز الثاني القادمة هنالك مع شعار اليبهوني مع احتلال يقدمها مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري وثالثا مزون سهيل بن سالم بن ثعلوب الدرعي. ولكن صباح النواميس يا جميرة صباح النواميس صباح الانتصارات تهانينا تهانينا لمالك عسيلة عسيلة علي بن خليفة بن رشيد السويدي. صباحكم ورد يا هالي جميرة صباحك نواميس يا عاشق سلالة شاهين تهانينا لمالك عسيلة علي بن خليفة بن رشيد السويدي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت في احتلال من احتلت المركز الثاني مبارك بن سهيل اليبهون الظاهري وثالث المراكز مزون ملك سهيل بن سالم بن ثعلوب الدرعي. المركز الرابع الظبي عبد الله بن ريو بن محمد المنصوري وخامس المراكز وصلت مع المركز الخامس شواهين ملك محمد بن زفنة بن لويه العفاري. اذا متابعينا الكرام في كل مكان 7:45.6 من الثانية هو التوقيت الزمني لعسيلة تهانينا لمالك عسيلة ومن قدم مع شوطنا الاول علي بن رشيد السويدي على هذا الفوز 7:47.6 من الثانية صاحبة المركز الثاني احتلال تهانينا المبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري على هذا الفوز. بينما من أتت مع المركز الثالث مزون أتت مع المركز الثالث 7:48.7 من الثانية تهانينا لسهيل بن سالم بن ثعلوب الدرعي على هذا الفوز والانتصار. هكذا متابعينا الكرام أول أشواطنا في هذا الصباح في مجموع أشواطنا 17 المنطلقة في هذا الصباح قضي شوط رئيسي خاص بالإبكار المحليات وشوط